ياه، لو تلفق معاك المرة دي يا حمزة وتخلص من عابد دي تبقى طابت واستوت. أبقى خلاص ركبت ومحدش هيعرف ينزلني تاني. يا ما كان نفسي أبقى موجود دلوقت أشوف السيوف وهي بتقطع في جدتك. بس ملحوقة، هل حاجة أشوف جدتك وهي متقطعة ومرمية قدامي قبل ما أرميها لكلاب السكك تنهش فيها؟